اليوم تحدي البالونات، عشان كده قاعدين نصور معاكم يا جماعة فين في المطبخ. لو جاوبتي غلط تتغرقي موية. أنا واضح من حقها. أوكي. إيش عاصمة الكويت؟ 1 2 3 4 5. عدد محافظات القاهرة 1 2. لا عددهم كام توتال؟ 1 2 3 4 5. جواب صح. 27 محافظة خليتهم 4. قلت القاهرة، ما قلت مصر. عدد محافظات القاهرة. والله قلت القاهرة وربي خبطني. قسما بالله ما خليك. قسما بالله لا أصيدك والله قلت القاهرة. انت قلت القاهرة ترى. والله قلت القاهرة مالي صلاح. القاهرة 4 فعلا، الأليوبية وجيزة. والله 4. الأليوبية بس. والفيوم مش تبع القاهرة. وعندن دعانة وضويعة وريلة أمس أو تعد. الرياض في أي منطقة في السعودية؟ الغربية. خلصتي ولا باقي؟ الغربية. باقي لك 3 ثواني. الرياض في الغربية. طيب. الرياض في نجد في الوسطى. الوسطى. وانا ايش عرفني كم محافظه في ام مصر ام الدنيا؟ في الوسطى. والله في الوسطى. هو لازم السؤال اقول لك الاجابه؟ تقولي لي الاجابه. انت تبغي سؤال ما تعرفي اجابته اصلا؟ تبغى تسال سؤال هي ما تعرف اجابته؟ يلا لازم الاجابه عشان الناس تستفيد. ما تسوي ذكيه اللي انت جاهزه يمكن اعرف الاجابه، واذا عرفت الاجابه لا تفقع البالونه. لا تفقع البالونه. خلوكم ساحدين. كلم اليوتيوب. كم عدد سكان مصر؟ 100 مليون. اليوم 9 مليون. يعني حتى في السجن المصري حلوة. 109 مليون. المايك ما لبسناك. المايك خرب. انا غريب. ما فيش مية. لا والله ما خرب. البسي خلاص طلع ضد المويه. كم عدد سكان السعوديه؟ اساس بيردها لي. 100. ايش؟ 100 مليون. 30 مليون وفي ازدياد، اللهم اجعلها دائمه. 100. ليه؟ مصر احنا نمشي ونولد. جواب واحد صح. جيبي سؤال سهل علشان اجاوب واطلع انا الفايز. يا شيخ مين المغنيه اللي غنت يا نيانا؟ روبي. 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 كيرك كل فروبي. كيرك كل فروبي. طبعا شعري وشعرها برا الفلوك. برا. لكن استمتعنا. كان تحدي جميل. وان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. يلا تصبحوا على خير.